في منافسة كأس الجمهورية دخل أمل غريس الناشط في بطولة ما بين رابطات مجموعة وسط غرب لقاءه مع جمعية وهران. المباراة التي أدارها ثلاثي التحكيم بقيادة باسل مصطفى بمساعدة عزاوي وعراف تم الاستنجاد بهم بعد غياب ثلاثي التحكيم الذي كان من المقرر أن يدير اللقاء. أمل غريس أبان للحضور أن تأهله الثاني إلى هذا الدور لم يكن مفاجأة بدليل انتشاره الجيد فوق الميدان ومحاولة التهديد التي صنعها طيار الجلالي. أما الجمعية فكان هجومها باهتا في الشوط الأول ما عدا محاولة بن قبلية. عاد الأمل ليهدد مرمى الحارس اسماعيل خلادي عبر عتو مختار من هجمة مرتدة. غياب صاحب اللمسة الأخيرة بدا واضحا من خلال إهدار عديد الفرص للجمعية كهذه التي جانبت مرمى الحارس بالحاج من عواد محمد الأمين. المباراة وفي نصفها الثاني عرفت تفوق طفيف للجمعية التي تحكمت في مجريات اللقاء من دون فعالية، وأبرز لقطة الكرة الثابتة لثابتي والعارضة الأفقية تنوب عن حارس أمل غريس. الأمل الذي استعاد زمام المبادرة عبر محيمدة وعدته كاد أن يفتتح باب التسجيل ليختتم الوقت الأصلي ووقتيه الإضافيين بنتيجة متعادلة من دون أهداف، ويفسح المجال إلى ركلة الترجيح التي ابتسمت لرفقاء العروس أمين الذي وقع الركلة الرابعة مقابل تضيع الجمعية لضربة جزاء، ويحقق نادي أمل غريس حلم الأنصار بأول تأهل إلى الدور الثمن النهائي في تاريخ